لحظة في هذا، أنت كنت تصادف نفسك أنك حزبي قومي عربي، كنت عضو في حركة القوميين العرب، محطة مهمة ولا زلت تعتز فيها حتى هذا اليوم. لا شك، صحيح. حقيقة هذا صحيح، يعني الانتماء القومي انتماء طبيعي ترى، يعني الإنسان أي إنسان ينتمي إلى أمة، ينتمي إلى بلد، ينتمي إلى شيء. فأنا بطبيعة الحال أنتمي إلى هذه الأرض، وهذه الأرض جزء من الأرض العربية. أنا منذ انتمائي للمدرسة، منذ يعني دراستي، وأنا أهتم بشيء اسمه انتماء قومي. فلذلك عندما بدأت بالتدريس في مدرسة النجاح، وكان ناظرها عبد الله أحمد حسين، ففي عام 1952 في فبراير تقريبا 52، وكنت طبيعة الحال أنا كنت أقرأ عن تاريخ الكويت، وعن تاريخ على سبيل المثال تاريخ الكويت لعبد العزيز بن رشيد، وذكر عن النادي الأدبي ونشأة النادي الأدبي والنشاط الثقافي الأدبي في ذلك الوقت في فترة العشرينات والثلاثينات وغيرها. ففي فبراير 52 جاني الأستاذ عبد الله حسين كان يقول لي إن شاء الله خلال هاليومين راح نعيد النادي الأدبي، هذا تعبيره هو مو تعبيري أنا، راح نعيد النادي الأدبي. فجرى الحديث أن إعادة النادي الأدبي من الصعب، لأن تجي للسلطة الحكومة يعني وتقول لها عيد النادي الأدبي وهو حلم، وعادة الشيء لما يحل من الصعب إعادته ورجع مرة ثانية. أي نعم. فاتفقوا إذا شو نعمل، شو نسوي، شو كذا، غيروا الاسم. قالوا نغير الاسم، احنا نفس النشاط. فاتفقوا على تسمية النادي الثقافي القومي، نادي ثقافي ولكنه ذو اتجاه قومي. فتم الاتفاق على ذلك، وكلف عبد الله العلي الصانع رحمه الله بمفاتحة الشيخ عبد الله مبارك الصباح، لأن كان رئيس الأمن العام، وكانت الأمن العام كل شيء بيدها، الرقابة على الصحف بيدها، إنشاء الأندية بيدها، كل شيء يعني طبيعة الحال، بالإضافة لواجبها الرسمي اللي هي المطار، وما المطار ما أعرف إيش بيدها الأمن العام يعني. فكلف عبد الله الصانع أن يقابل الشيخ عبد الله مبارك رحمه الله بإفاتحة في الموضوع، وإذا وافق يخليه هو أيضا الرئيس الفخري للنادي الثقافي القومي. فالشيخ عبد الله مبارك رحمه الله وافق على الفكرتين، وافق على السماح لنادي ثقافي، والسماح وأن يكون هو رئيس الفخري للنادي الثقافي القومي. وفعلا تم إنشاء النادي الثقافي القومي. طبعا النادي لأن اسمه النادي الثقافي القومي، فكان نشاطه ثقافي. النشاط الثقافي تمثل بأن النادي يعد موسم ثقافي من شهر 9 إلى شهر 5 أو شهر 6، يعني كأنه عام دراسي الحقيقة. أنت كنت مدير هذا النادي دكتور؟ صرت أنا سكرتير النادي، بعدين صرت مدير النادي الثقافي القومي. وكنا نهتم بالمناسبات القومية، بمعنى جينا مناسبة مثلا 2 فبراير من كل عام نعمل وعد بلفور، مناسبة وعد بلفور، نادي واحد يتحدث عن ذكرى وعد بلفور لإنشاء الوطن القومي اليهودي الصهيوني. ثم عندما قامت ثورة مصر وقام جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، عملنا مهرجان ضخم في النادي الثقافي القومي في يوم 6/8/58. بعد انتهاء المهرجان اللي قلت لك مهرجان ضخم، قامت مظاهرات على أساس نطلع المظاهرة من النادي إلى ميدان الصفات. بعد ما خرجنا من النادي إذا جماعة الأمن العام يفرقون المظاهرة، فرقوا المظاهرة، ويريت بس فرقوا المظاهرة ويجوا النادي وكسروا النادي الثقافي. النادي الثقافي القومي. ولكن وهذه ميزة الكويتيين، أحد رجالات الكويت ثاني يوم الصبح راح لرئيس الأمن العام، كان يومها الشيخ عبد الله الأحمد رحمه الله،
وقال له يا حلال يعني هذه شباب وعمل شباب وما عملوا غلط ولا كسروا ولا سووا ولا خربوا ولا أساءوا للأمن، مجرد أنهم طلعوا في مظاهرة. أي فللأمانة الشيخ عبد الله الأحمد رحمه الله أعاد رأسا في نفس اليوم، يعني بالليل أغلق النادي، ثاني يوم الصبح أعيد فتح النادي، ما استغرق أيام، نفس الليلة ورجع النادي عادي إلى نشاطه الثقافي وغيره. ثم قام العدوان الثلاثي على مصر. الدكتور أحمد الخطيب ما في شك أنه رجل وطني ورجل قائد قومي، ما في شك في ذلك، ورجل قيادي من الطراز الأول. فالدكتور أحمد الخطيب دعا كل الأندية هذه ثقافية ورياضية وتحت مظلة أنه في عدوان على مصر ما لازم نتركه يمر. اجتمعت الأندية ووافقوا على الفكرة. شو المطلوب؟ مطلوب إن إذا في مظاهرة سلمية نقوم بها، نستنكر العدوان الثلاثي، نقوم بجمع التبرعات لشعب مصر. وفعلا تمت، فتألفت لجنة. اللجنة هذه حبينا بالنادي الثقافة القومي باعتبار النادي الثقافة القومي هو اللي يقود العمل الوطني والعمل القومي، حبينا أن نقننها وخليها قانونية. فلذلك اجتمعت الأندية وعملت قانون سمي اتحاد الأندية الكويتية، يشمل الثقافي والرياضي، كل شيء اسمه اتحاد الأندية الكويتية. سوينا الاتحاد، وكان أول رئيس الاتحاد الدكتور أحمد الخطيب لمدة سنة، ثم تراجع هو عن الانتخابات، عن الترشيح يعني، وكلفني وانتخبت أنا أمين عام الاتحاد. ظلينا من الأنشطة هذه 56 و57 و58 إلى 59، عملنا مهرجان ضخم في ثانوية شويخ بمناسبة الذكرى الأولى لقيام الجمهورية العربية المتحدة. عملنا المهرجان وتحدث من تحدث وتحدث، وكان يومها زائر الكويت المذيع أحمد سعيد، لكن أبو صوت العرب، وتحدث أحمد سعيد وتكلم في نهاية الحفلة. طبعا كان في كلمات صارت شوية حماسية أكثر من اللازم، أدى هذا إلى أن تدخلت الحكومة وحلت الأندية، حلت الأندية كلها. فالنادي الثقافي القومي الحقيقة من الأندية اللي كان لها دور ثقافي وطني بارز، وكانت مجلة الإيمان تصدر شهريا تدعم هذا الموقف، ولكن هذا تطور إلى صحيفة صدى الإيمان. صدى الإيمان، وكان يرأس تحريرها الدكتور أحمد الخطيب، وكانت صحيفة فعلا يعني كانت تقود الحركة الوطنية، وكانت هناك وكان هناك نشاط ثقافي سياسي تموج البلد فيه، وكان في شخصيات كثيرة تزور الكويت. كانت الكويت رأس حربة يعني في قضية انتشار الحركة القومية على مستوى الخليج، نشاط ثقافي وسياسي رائع ما له مثيل يعني.